الدكتور مصطفى قال حاجة جميلة جدا، قال يا جماعة يرضينا جميعا اللي حصل في مقبرة الزعيم أحمد عرابي اللي فيه على الأقل شارع واحد باسمه في كل مدينة مصرية، ده على الأقل ودي حقيقة. قال وعشان كده جه قرار الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين علشان الزعماء الكبار اللي شكلوا تاريخنا الوطني دول نقدر نحافظ دايما على اسمهم وعلى مقتنياتهم وعلى إلى آخره. طيب خلوني هنا أخد معانا على التليفون باشمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. أهلا 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 يا باشمهندس. أهلا حبيبي كل سنة وانت طيب. حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة وبكل خير وبكل عافية. الذي يعمل على التنمية الحضرية نشيله على راسنا بصراحة. يمكن طبعا يعني مصر كلها دلوقتي بتعمل على التنمية الحضرية، كلنا بنشتغل مع بعض عشان ننهض في بلدنا. صحيح. زي ما انت قلت احيانا في بعض الاتجاهات بتحاول تشد الناس ورا، لكن مش هنلتفت لكل ما حد يتكلم، خلينا نشتغل وبعد كده نتائج الاعمال ونتائج الشغل بتظهر قدام الناس. ايوه. فيمكن النهارده جوله دوله الرئيس كانت مليانه حاجات ايجابيه جدا جدا جدا. يمكن دوله الرئيس لما تفقد المقابر بعد المقابر رحنا سور مجد العيون، وانت عارف سور مجد العيون وانت اتكلمت عليه كتير. ايوه. بتعدي عليه يوميا وعارف كان شكله ايه وبقى شكله ايه دلوقتي. ورحت مع حضرتك الخيالة وعدينا على بطن البقرة. وبعدين بطن البقرة وبعدين المشروع بتاع روضة السيدة وحدائق الفسطاط. يعني الجولة النهاردة شايف المنظر، يعني أنا شايف المنظر هنا بتاع الفسطاط. شفت الجمال ده؟ كان فاكر أنت المقلب القمامة اللي كان موجود في الأرض؟ أيوة. 500 فدان دول هو ده كان مقلب القمامة. البحيرة اللي كانت كلها تلوث وأمراض هي دي البحيرة اللي كانت مليانة تلوث وأمراض. هتبقى واحدة من إحدى الحدائق على مستوى العالم المعدودة على اليد الواحدة على مستوى العالم. مش هنقول إن حدائق الفسطاط هي بقت أجمل مدينة في القاهرة، لا، هتبقى الحديقة دي من أجمل حدائق العالم وأكبرها من العالم. لا. الكلمة هنا بنقول العالم وليس ان هنقول دي اجمل مكان في القاهره، لا، خلينا احنا بنتكلم دلوقتي احنا بنتكلم على عالميه. ايوه. فاحنا هنا بنقول اتفرجوا على المنظر ده، شوفوا شوفوا الدنيا عامله ايه. فلا النهارده النقط ايجابيه كبيره جدا وكثيره جدا جدا. ولما راح برضه دوله الرئيس على منطقه الحاكم وشاف التطوير اللي بيحصل هناك، ويمكن احنا اتكلمنا مع بعض برضه في الموضوع ورحنا زرناها انا وانت برضه سوا. مش عارف انا بكلمك عن حاجات كده احنا سوا انا وانت كتير، يعني احنا لفينا لفات كتير مع بعض في المقطوعات. ما هو ده الجيد والحلو واللي بجد يفرح القلب في الموضوع، انه من كتر الحاجات اللي شفناها ولفيناها وشفناها بعينينا مع حضرتك احنا مش عارفين هنذكر ايه ولا ايه ولا ايه. يعني عايز اقول لك ان الساحه بتاعت مسجد عمرو رحناها بقى انا وانت. ايوه. وانا بعرضها اول امبارح على دولة الرئيس في الاجتماع بتاعنا، فقال لي خالد انا مش عايز اشوف المنظور الافتراضي، انا عايز اشوف الحقيقه. قلت له يا فندم الفيلم فينا شايف ده حقيقه فعلا، ده الدرون المصور مش منظور افتراضي. ايوه. الدنيا بقت كده كده فاتوا اي فن فعلا. فالحمد لله احنا يعني الموضوع خلاص وصلنا للمرحله ان احنا الحمد لله تفوقنا على كل شيء حوالينا. فالنهارده لا الزياره كانت جيده جدا، واحنا ان شاء الله حديقه الفسطاط باذن الله يعني نهايه 2023 هنكون انتهينا منها، ما عدا الجزء بتاع ترميم الحفريات الاثريه. ايوه. زي ما حضرتك شايف كده ان سور مجرى العيون بنسبه 95% منتهي. الـ طبعا احنا عندنا القاهره التاريخيه احنا ممتده معانا الاعمال فيها لغايه 2030، لان احنا بناخد نقط معينه طبعا 43 عشان ما نشتغلش فيها كلها مره واحده نشيل قلب القاهره. صح. المشروع بتاعنا اللي هو جوارة الفسطاط شغالين فيه وان شاء الله في خلال سنه هيكون منتهيين منه. يعني احنا التسارع بتاع العمل في قلب القاهره القائمه، القاهره العاصمه الاصليه بتاعتنا اللي هي دائما كانت لك ايه، طالما ولدت عاصمه جديده تتحول العاصمه الاصليه او القديمه الى اطلال. لا لا احنا بنلغي الفكره دي على مستوى العالم. ازاي بننشا عاصمه اداريه جديده وبنحيي عاصمتنا الاصليه؟ بالعكس ده احنا عايزين نرجعها زي ما كانت زمان في 1930 2030 هتبقى القاهره هترجع لوضعها الاصلي اللي هو
اجمل مدن العالم يا رب. الله الله مع بعض ابدأه قدود. طب باشمهندس خالد، بما ان احنا ذكرنا انه الفسطاط دي هتبقى واحده من اجمل الحدائق في العالم، فبما ان احنا ذكرنا كلمه العالميه، انا هسال مهندس خالد صديق سؤال اعتقده بسيط على حضرتك يعني، بس هو كبير بالنسبه لي. حضرتك ذكرت مصطلح التسارع، مفيش حد بيشتغل بهذا التسارع، فيجي سؤال، هي التجربة دي في زيها في العالم، انه نقدر نقضي على عشوائيات خطرة بنسبة 100% واقضي على نسبة كبيرة جدا من العشوائيات غير المخططة واعيد بناء العاصمة التاريخية ايا كان اسمها في الدنيا ايه في هذا الحيز الزمني الضيق؟ في حد عمل كده غيرنا؟ لا، عايز اقول لك ان احنا لفينا في محافل دولية كتير ومؤتمرات دولية كتيرة، وكنا اول ما بدأنا نروح اول مرة رحنا في 2016/10 الهابيتات 3، كنا رايحين على استحياء وشايف وحلو ليه يعني يعني دايما عندنا ثقة في الموقف احنا بنعمل ايه. من هنا كانت بداية احساس الخطة اللي احنا حاطينها في 2016 مفيش زيها في العالم. ولما بدأنا ننفذ وبدأنا في 2018 و2019 و20 نروح مؤتمرات دولية، بقينا نتكلم نقول مين قدنا، تعالى ورونا نفسكم كده. احنا مشروع واحد فقط اللي هو الاثمارات ده، مشروع واحد فقط. المشروع ده والله هو عبارة عن خطة خمسية لدول كبرى. المشروع ده عبارة عن مستهدف دول كبرى في 5 سنوات. فاحنا لا، ده احنا لقينا نفسنا، لا ده احنا بقينا دلوقتي البنك الدولي يبعت لنا دول عشان تشوف التجربة المصرية عشان يديهم منح وقروض عليها. دول من افريقيا كتير جاية طالبة خبرتنا، يمكن في السفارة الانجليزية واليابان بيتواصلوا معانا عشان ازاي تجربتنا المصرية تنتقل لجهات اخرى، ازاي المانحين الاجانب بيقولوا تجربتكم دي عايزين نجيب الدول الاخرى يتفرجوا عليها عشان ندي منح على احياء تجاربكم في دول كتير ثانيه. كل ده بيحسسنا بفخر جامد قوي، بيحسسنا بجد. فاحنا فعلا مش بنقول الكلام ده ان احنا لا، احنا بجد تجربتنا المصريه تتفوق على تجارب كتير جدا جدا في العالم، وبقت يحتذى بها على مستوى الافريقي والعربي، ودول كتير متقدمه بتقول احنا حتى المنح اللي عايزين نديها لازم حد يدرس تجربتكم عشان يبقى زيكم. حتى لسه من حوالي شهر او اقل وزير الاسكان الانجولي كان عندنا وقال حاجه حلوه جدا. قال انا عايز اعمل صندوق زي صندوق التنميه الحضريه عندي في انجولا. قلنا له جميع الدوكيمنت بتاعك انشاء الصندوق والتجربه والتفاصيل والحاجات الدراسات اللي عملناها كل ده هنهديه ليكم وجهزناه عشان نبعته لهم. طب والله يا دكتور باشمهندس انا اسف، انه انا يعني اعرف كويس جدا امريكا زي كف ايدي يعني زي ما بيتقال، تحديدا نيويورك وواشنطن وميتشيغان. نيويورك وحضرتك ادرى مني فيها مناطق جنب بروكلين وما الى ذلك بيسموها ذا بروجكتس او المشروعات دي، للمفترض جدلا ده صندوق التنميه الحضريه بتاعه، اللي هو ازاي يقدر ينقل الناس اللي هي شديدة الفقر وعندها مشاكل في البطالة لمناطق سكنية هو بيعتبرها ان دي اجود مما كان عايش فيه هذه الطبقات. لما تشوف البروجكتس بتاعت نيويورك دي تحزن على سوء الخدمات المقدمة، على كم الجريمة اللي موجود فيها، على عدم الاهتمام يعني بشكل مخيف من قبل الولاية والإدارة المحلية اللي تابع فيها المشروع ده، هم دايما يسموها كده اعتباطا يعني أو الكلمة الدارجة The Projects. نفس القصة في ميتشيغان ولكن أكثر سوءا. فلما أجي أبص إن عندنا في مصر، وأنا مش الاقتصاد الأمريكي، أنا مش 1/10 من اقتصاد أمريكا حتى، وعملت هذا الإنجاز العظيم الضخم، يبقى أنا بشتغل صح. ده فضل من ربنا طبعا يعني. بعون الله، ربنا يا رب يوفقكم دايما، وألف ألف ألف شكر يا باشمهندس، وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. تحياتي ليك المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.